مشاهد كرام، بنرحب بالسيد الوزير عمرو طلعت وزير الاتصالات. اهلا بيك يا فندم وصباح الخير وتحياتي، وشرف لينا تكون معنا سيادتك النهارده. صباح الخير، اشكرك شكرا جزيلا، متشكر على الاستضافه الكريمه. سيادة الوزير، النهارده الاضافه اللي بيضيفها مركز البيانات النهارده للقياده التكنولوجيه والتحول الرقمي لمصر في رؤيه 2030. الحقيقه النهارده ان شاء الله يكون يوم مهم جدا في قطاع الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات ومسيره الدوله نحو تحقيق مصر الرقميه. النهارده ان شاء الله السيد رئيس الجمهوريه سيشرفنا بافتتاح 3 مراكز بيانات عملاقه اقيمت في خلال الفتره الماضيه. مركز البيانات العملاق ببساطه هو مركز بيانات قادر على استيعاب عدد ضخم من أجهزة الحاسبات ومعدات حفظ وتخزين البيانات، وإتاحة الفرصة للشركات العالمية للاستثمار في بناء ما نسميه سحب حوسبية داخل مراكز البيانات هذه. السحب الحوسبية هي شبكة من ما نسميه الموارد الحوسبية، يعني حاسبات ومعدات حفظ بيانات وتطبيقات تتاح لعدد كبير من الجهات والهيئات بشكل تشاركي. الهدف من هذا الموضوع ست الوزير؟ الحقيقة دي نقطة مهمة، عندنا أهداف كثيرة مهمة. الأول أنه مراكز البيانات هذه تعد ليس فقط عقل الحكومة والدولة المصرية، بل عقلها وذاكرتها، لأنه حين كنا نعد لانتقال الحكومة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، كانت الرؤية أن ننتقل حكومة لا ورقية قادرة على أن تتشارك في بياناتها وتتبادل البيانات في بيانها رقميا. في فترة الإعداد للانتقال جرى العمل على 3 محاور متوازية في منتهى الأهمية. الأول كان التطبيقات التخصصية المتعلقة بكل جهة من جهات الدولة المنتقل، كان لدينا 114 جهة لديهم 600 تطبيق، جرى تحويلها إلى بيئة تشغيلية قادرة على العمل في مراكز البيانات العملاقة والسحب الحوسبية. أيضا جرت أكبر عملية أرشفة في الشرق الأوسط بأرشفة كل الملفات الجارية داخل الحكومة المصرية، أكثر من 400 مليون ورقة تم حفظها رقميا خلال هذه الفترة. كذلك البرامج التشاركية اللي كل الوزارات بتتشارك في استخدامها جرى بنائها، زي برامج الموارد البشرية، التوقيع الإلكتروني، التراسل، إدارة المشروعات وغيرها. فبالتالي كل هذه البرامج والتطبيقات والمستندات مخزنة داخل مراكز البيانات هذه، لذا نقول أنها عقل الدولة المصرية بل وذاكرة الدولة المصرية. الاستخدامات يا سيادة الوزير بتبقى سهلة على المستخدم نفسه والتقديم الخدمة كمان؟ المستخدم لا يشعر بأي فارق، إنما الفارق في قدرة على استمرارية تقديم الخدمة، على ثباتها، وعلى المرونة في التوسع في تقديم هذه الخدمات.